بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، ما زالت الإثارة والتحديات مستمرة ضمن هذه الانطلاقات المميزة مع شوط الجعدان، شوطنا الثامن ينطلق على حضراتكم هذا الميدان، ميدان الرميل. أعود إلى المركز الأول وسير مع صدرة هذا الشوط شكلان ناصر بن عبد الله السعدي، من ينطلق مع شكلان في مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني مجهول على المركز الصيرمي مع المركز الثالث اللي غير هناك بشعار ناصر بن عبد الله المدهوشي. ناصر بن عبد الله المدهوشي مع المركز الاول من يغير هذا الشوط، المدهوشي في مقدمه هذا الشوط. المركز الثالث هناك من الجانب الاخر من يتواجد الصحاف طايل بن ناصر بن مسلم الزرعي على المركز الثالث. المركز الرابع القدوم والتقدم في هذه اللحظات بشعار مانع بن عامر بن علي الحجري مع المركز ايضا الثالث والرابع، المراكز خامس المراكز. هنا من يتقدم هملول عامر بن راشد السعدي، هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى المنطلقة البعد عن الانتصار في هذه الأشواط. أعود إلى المدهوشي من ينطلق مع أول المراكز بقيادة هذا البطل العملاق المشارك والمندفع مع المركز الأول بشكل الجميل والأداء المميز اللي ينطلق هناك مع الصدارة. بنطلق عليه اسم أيضا هناك مميز من يتواجد هناك، الصيرمي 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 من ينطلق مع الصدارة هذا الشوط. ناصر بن عبد الله المدهوشي ينطلق مع اول المراكز. المركز الثاني التواجد مع المركز الثاني، هنا شكلان ناصر بن عبد الله السعدي على المركز الثاني. المركز الثالث القادم والمنطلق الصحاف طايل بن ناصر بن مسلم الزرعي، اعود الى الصداره هذا الشوط. الصيرمي الصيرمي نحو المركز الاول من ينطلق مع المركز الاول منطلقا نحو الناموس والانتصار، لكن القادم يا سلام القادم في هذه اللحظات شكلان يا شكلان اللي ينطلق مع المركز الاول باداء وشكله الجميل منطلق نحو الناموس والانتصار بقياده عبد الله ناصر بن عبد الله السعدي اللي ينطلق في هذه اللحظات. لكن الوصول الاخر وعاد من جديد، لكن هنا التنافس من مع شكلان نحو مقدمه هذا الشوط مميزا بهذا الشعار الكبير صاحب ايضا هذا نقطه في صباح هذا اليوم، هذا الشعار العملاق المميز ناصر بن عبد الله السعدي منطلقا نحو الناموس والانتصار. تهانينا والناموس على هذا الأداء الجميل والأداء أداء شكلان على هذا التحدي المثير. تهانينا والناموس لناصر بن عبد الله السعدي على انتزاع لهذا الشوط. تهانينا والناموس المركز الثاني. كان هناك أيضا هنا الصيرمي ناصر بن عبد الله المدهوش المركز الثالث. هملول عامر بن راشد السعدي توقيت الزمني 3:00 هو التوقيت الزمني لهذا الشوط. تهانينا والناموس.